مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من فضفضه. النهارده هنتكلم عن شخصيه من الشخصيات للاسف اللي سيئه جدا، وهو الشخص المنافق. الشخص المنافق صفه النفاق طبعا دي حتى ذكرت في القران، حاجه سيئه جدا، من اسوأ الحاجات ان الواحد يلاقي شخص منافق. احيانا كمان بتعمل مشاكل كتير جدا في التعامل، بيعمل مشاكل كتير جدا بين الناس وبعضها. بالبلدي كده ساعات بيسموه الشخص اللي بوشين. ساعات الشخص ده بيبقى بيتلون ب 100 وش حسب الموقف والناس اللي هيقابلهم او المواقف اللي هيتحط فيها. نفهم اكتر النهارده عن النفاق مع ضيفنا اللي مشرفنا دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي وعضو الجمعيه العالميه للصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور معانا. اهلا بحضرتك يا دكتور. ايه بقى دكتور تعريف النفاق من وجهه نظر علم النفس، مش من وجهه نظرنا احنا بس؟ هو النفاق مصطلح فقهي بيستخدم عشان يشير لاربع او خمس خصال رئيسيه. الخصال دي وردت في الحديث عن سيدنا النبي لما قال: اربع خصال من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من نفاق حتى يدعها. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا ائتمن خان، واذا عاهد غدر. وفي بعض الروايات نصت على ان هم خمسه خصال اذا خاصم فجر. يبقى لما بيتكلم بيكذب، لما بيوعد بيخلف، لما بيؤتمن بيخون، لما بيخاصم بيفجر. الصفات دي لما جينا بصينا عليها في السيكولوجي لقينا ان هي كريتيريا لاحد انواع البيرسوناليتي ديس اوردر، اللي هو الانتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر، او اضطراب الشخصيه السيكوباتيه، اللي احنا بنسميه اصطلاحا سيكوباتيه ولكن هو اسمه الشخصيه ضد المجتمعي. في باترن كده منها او نمط من هذه الشخصيات، هو الشخص ذو الوجهين. ويمكن لما جيت الشباب ينزلوا الاعلان للمشاهدين يتابعوا الحلقه عندي على البيج، كتبوا مقطع من اغنيه واضح ان هي مسمعه يعني عند الناس، ان مساله الناس اللي بوشين دول بقوا عمله نادره، لان في ناس بوشوش اكتر من وشين دلوقتي. بقول عندهم 100 وش. بقى في ناس عندهم اكتر من كده. هو فكره الشخص ذو الوجهين، او الشخص المتلون، او الشخص غير الثابت على مبدا، او الشخص غير الثابت على شعور، او الشخص غير المحدد هويه المشاعر او الانتماء، الشخص ده اخطر بكتير جدا جدا من عدو صريح ممكن تقابليه. لانك ببساطه يا دكتوره رانيا ما عندكيش عدو خاين. مفيش عدو خاين. عمرك سمعت المصطلح ده؟ لكن في حد قريب منك وبيخونك. الاشخاص دول يعني موضوعات كبيره وكتيره ومتنوعه، هنحاول على قد ما نقدر زي ما انت عارفه بنحاول نقلب باللقاء التلفزيوني ليكتشر او سيشن دسمه ومركزه عشان نحاول الناس تطلع بيها. ويمكن يعني بالمردود بقى بيبقى كويس لما الناس تقعد تدعي على قناه اليوتيوب بعد كده، ويا رب يكون هذا الدعاء من نصيبنا انا وانت واسره البرنامج. يا رب نكون كمان قادرين نعمل اي تاثير يعني. والله لا، من البرامج يعني اللي انا شخصيا بس في الحلقات القصيره دي تطبق فعلا اللي بيتقال في الحلقه. ساعات المذيعه بقى تورطك تقول لك مش في الحلقه الجايه ممكن نعملها. الفكرة لا، عندنا وقت كافي النهارده يا دكتور. طيب احنا عندنا ثلاث دوائر. الثلاث دوائر دول هم اخطر ثلاث دوائر بيحيطوا باي انسان. الدائره الاولى هي دائره السوداويين. يعني ايه سوداويين؟ هم ناس برضو فيهم حته من ان هو بوشين. ازاي؟ ان هو تلاقيه مبسوط جدا ومستمتع بحياته، وانت شايفه على السوشيال ميديا هو مسافر ومتصور فين وقاعد فين وحاجات كده. وبعدين لما يجي يقعد معاكي: اخبارك ايه، وانا شفتك وانت مسافر، وطمني على السفريه. اسكت، كانت سيئه جدا. الطياره خدت 3-4 مطبات، انا دراعي الجزع واديني رابط انكل. ده قصد يعني ولا هو نظرته كده؟ اللي نظرته هو قاصد، مش مهم. المهم ان ده اللي بيحصل، ان هو طول الوقت انت بتخشي له كان انت يعني فريش كده، شبه السفنجه كده ومنفوش وبتاع. تخرج السفنجه دي محمله بكم من النيجاتيفيتي رهيبه. وكأن احنا للأسف عندنا في مجتمعاتنا العربية كونسبت خاطئ اسمه الشكوى رقوة. انك لطيف منك انك تقعد تشتكي قدام قصاد الناس عشان الناس ما تحسدكش. وده طبعا امر خاطئ تماما. اول معيار لان انت ما تتحسدش انك تتكلم عن النعمة. ف
فأما بنعمة ربك فحدث. لأن فكرة الحديث عن النعمة أنت مش مطالب بس، إحنا مطالبين إيه شرعا؟ بأن أنت ما تحسدش، وإذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وده توبيك منفصل ممكن نبقى نتكلم عنه، نهاية فكرة الحسد. الدائرة الأولى هي دائرة السوداويين، أو اللي حتى لو كانت ظروفهم كويسة هم شايفين إن هم مش كويسين. وده بيحملك، ده بيعتبر من النفاق يا دكتور؟ طبعا طبعا. انا واحد جاي عشان اقابلك اقعد معاك شوي، احنا اتنين اصدقاء، انا قاعد انا وصديقي، ليه تحملني اكثر مما اطيق؟ ليه كل ما اشوفك تكلمني عن كل المشاكل؟ انت ما خدتنيش معاك في السفريه وانت بتتفسح، ليه بتاخدني معاك في همومك واحزانك ومشاكلك وانا قاعد معاك؟ انت ما نزلتنيش معاك البحر اللي كانت فيه سمك كاشكال والوان عشان اتبسط وبلبط زي ما انت عملت. طب ليه بتحملني اكثر مما اطيق بعد ما رجعت من سفريتك الممتعه؟ يبقى انت ما خدتنيش في الوش الكويس، ليه بتاخدني معاك في الوش الوحش بس؟ وده الكونسبت اللي بيقولوه المصريين في الهم مداعيه وفي الفرح منسيه، ان انت طول الوقت بتجيبني في الحاجات اللي فيها مشاكل. والاستعانه بالمثل الشعبي هي احد الكريتيريا بتاعه الانثروبولوجي، انثروبولوجي اللي هو علم الفولكلور. طيب الدائرة الثانية غير السوداويين هي دائرة البين بينيين، الناس البوردر لاين، مش بين لهم لا هم هنا ولا هنا. يعني ايه ده بقى؟ ده بقى تلاقيه يعني لا يكون الرجل منكم امعة، ان احسن القوم احسن وان اساءوا اساء. عاش الملك مات الملك، فلان النهارده ما اكثر هو اللي موجود، يبقى فلان النهارده ده يعمل اي حاجه، فلان النهارده هو اللي مسك البرنامج يبقى ده مش عارف احسن واحد بيعمل كل ده، مسك القناه ده عمر القناه ما شافت اللي شافته في عهد، تاني يوم مشي. او مش بس في ساعات بنشوفها اجتماعيا حتى يا دكتور، في انه يتشكل على شاكله الناس اللي قاعد معاهم، يعني ياكل على كل الموائد قصدك؟ لا يعني بنلاقيه مثلا متحفظ وباين وبيبين نفسه ان هو شخص متحفظ وتقليدي مش عارف ايه، مع الناس اللي كده متفتح واوبن ويعني الدنيا بايظه خالص معاه، مع الناس اللي كده على حسب هو الوضع وشكل الناس اللي هو عايز بالزبط يقرب منهم. بالظبط الشكل ده بيبقى يعني اللي هو البوردر لاين، وده ما بيبقاش ضرره. يعني الدايره الاولى اللي هي السوداويين، والدايره الثانيه اللي هي البين بينيين، دول ضررهم مش قوي لسه، التقيل جاي عشان ما عندوش نيه الاذى. لا عشان سهل تعرفيه، يعني سهل البني ادم السوداوي او النيجاتيف بيرسوناليتي ده لما يقابلك اللي بيشع نيجاتيفيتي او بيمتص منك البوزيتيفيتي تعرفيه، بيبقى باين. الشخص الثاني البين بيني ده بيبقى باين باين قوي، ده يقول لك يعني الاستاذ ابو الخير. ابو الخير ده معروف، موجود في كل الاوساط، موجود في كل الاسر، موجود في كل المؤسسات. ابو الخير ده الاستاذ ابو الخير اللي بينقل اخبار الناس، اللي بيتلصص بيتجسس بيتحسس عشان يوصل ليه هو بس. الاستاذ ابو الخير ما يهمهوش انت الحقيقه، هو يهمه طول الوقت ان هو يبقى عايش في خير، وهو عمره ما هيكون عايش في خير لان ما عندوش سلام داخلي مش متوازن. وصلت؟ لكن انت مش احد اهدافه، هو هدفه ايه؟ هو ان هو يبقى امن وسكيور انف، وطول الوقت بيحس بالانسكيورتي، وهو انسكيور بيتصرف كده بقى. وصلت؟ فلو انت ما اذيتهوش خلاص، هو الراجل عادي يعني بينقل كلام، بيسجل لك، بياخد صوره منك وانت في مكان معين ويحتفظ أو بيها، بس عشان يبقى بوبولر طبعا، عشان الترند اللي احنا فيه في الحياه في موضوع السوشيال ميديا والحاجات دي بقت حاجه مكسب، هي في حد ذاتها ان الواحد يبقى زي ما بيقولوا كده بوبولر او محبوب في وسط المجموعه اللي هو فيها، فيبقى بارز يعني. هو بالنسبه له مش شرط يبقى محبوب، هو بالنسبه له يبقى متواجد، اللي يحبه يحبه، اللي ما يحبوش مش مهم، لكن هو هيجبرك انك تحبيه. تمام؟ ازاي؟ انك ما تعمليش معاه مشاكل، يعني بتتجنبيه وخلاص. الدايره الثالثه، وده بقى الشغل المهم. الدايره الثالثه دي موجود فيها الناس اللي فيها الخصال الخمسه اللي وردت في الحديث. الناس دول للاسف لا يخلو مجتمع صغير ولا كبير، ولا وظيفه ولا دراسه ولا أسرة ولا عيلة، من للأسف يعني من واقع اللي احنا بنشوفه، من وجود حد في ملمح من هذا الاضطراب أو متجلي في هذا الاضطراب. ولشدة الأسف أن تكون هذه الملامح من اضطراب الشخصية السيكوباتية موجودة عند أشخاص تدعي التدين وتظهر بمظهر المتدين، وهي طول الوقت أبعد ما يكون عن الدين.
ولشدة الأسف إن بتلاقي إن هذا المظهر المتدين وهذا التكت أو الأكت أو الشكل أو المظهر اللي هم بيظهروا بيه من الكلام اللي بيبدأ بذكر الله وبينتهي بالصلاة على رسول الله وبيكون فيه شكل من الفريم الديني، وهم بيكونوا أبعد ما يكونوا عن عبادة أو ذكر أو حتى الملامح الربانية اللي ربنا حطها في العباد. مبدئيا لما ذكر النبي الأقرب منه منزلة يوم القيامة لم يذكر الأكثر لباسا، الأكثر سترا، الأكثر حجا، اعتمارا، صدقة، ما قالش كده خالص. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم خلقا، وفي رواية أحسنكم أخلاقا. الأخلاق هنا هي الدين، مفيش أخلاق يبقى مفيش دين، لأن صحيح. في عباد كتير نسأل الله السلامة هتيجي يوم الآخرة عاملة أعمال كجبال تهامة وملهاش أي قيمة. ليه؟ عشان الأخلاق. صحيح. تعال نحلل الكراتيريا الخمسة اللي وردت في الحديث ونشوف هم علم النفس بيصنفهم إزاي. إذا حدث كاذب، هذا الشخص لو جه قال لك على المية دي مية ما تصدقهوش، لأنه طول الوقت بيحاول يطلع أسوأ ما فيه في صورة أحسن ما فيه. ولما يقعد معاكي بيجيب سيرة حد تاني، بيتكلم عن الناس، بيفتش فيهم، بيفتش في نواياهم، في أسرارهم، طول الوقت عايز يعرف كل حاجة عنك، مش لأنه بيحبك ولا عايز مصلحتك، بس لأنه عايز يخزن لك ويعرف نقائصك. طول الوقت بيتابعك مش علشان يتابع أخبارك، بس عشان يتتبعك ويحفظ كويس جدا جوانب التقصير في شخصيتك. طول الوقت بيبقى عايز يظهر على أنه المصلح، الناصح، الجميل، الحنين، اللطيف، المريض. تلاقيها وهي بتتعامل مع الناس، لان هو موجود رجاله وستات، وهي بتتعامل على انها عيانه وطول الوقت تعبانه وعندها كتير من الامراض الصحيه اللي لا تتناسب مع سنها الصغير، وانها دايما بتتشبث وتتمسك بالاخلاق وبالقران. ويمكن شفت تويته كده لطيفه عن حد بيقول يعني كاتبه لنا اللهم انا نعوذ بك من الخبث والخبائث، ما تكتبي نعوذ بك مني يا رب وخلاص. يعني في ناس بتبقى متمثلة في هذا الأمر، بتتخدع انت بقى في هذا بس الشكل. ما بيبقوش باينين يا دكتور، ما بيبقاش باين بقى إلا بعد شوية، بتبقى يعني الضحايا شوية لما الكراتيريا تزيد. ده أول كراتيريا اللي هي الكذب. بتيجي بعد كده بتلاقي حتة الوعد، إنه طول الوقت بيتفنن الظهور جنبك وقت المشكلة ويوعدك إنه هيفضل جنبك، وهو صادق في ده، وبيفضل جنبك طول فترة المشكلة علشان يجمع عنك أكبر داتا خاصة بالمشكلة. حتى لو كان زوج أو زوجة أحيانا بيسجلوا البعض ويراقبوا بعض ويحفظوا أسرار بعض وياخدوا حاجات خاصة ببعض. احنا هنا مش بنتكلم عن أشخاص عاديين، احنا بنتكلم عن مرضى أو مضطربين نفسيين مصابين باضطراب الشخصية السايكوباتية اللي هو الانتي سوشيال بيرسوناليتي. عشان لو حد لسه فاتح علينا دلوقتي وبيشوفنا على الشاشة ما يقولش ايه ده اللي بتتكلموا عنه، احنا بنتكلم عن نماذج مرضية. هذه النماذج المضطربة موجودة وسطنا، قد لا تبدو للجميع معروفة بهذا الاضطراب. دورنا في نشر الوعي النفسي بين الناس انك تبقى فاهم الشخص ده بيتصرف ازاي، فتلحق نفسك منه قبل ما تبقى احد ضحاياه، او لو كنت فعلا احد ضحاياه هنقول لك تتصرف ازاي. الامر الاول كان الكذب، الثاني كان الوعد. إذا وعد أخلف، يعني هو طول الوقت بيوهمك إنه هيفضل جنبك، وهو الحقيقة جنبنا كلنا. تلاقي هذه الشخصية لطيفة قوي وحبوبة قوي، لو هي واحدة ست تبقى حافظة تواريخ أعياد الميلاد وتبقى دايما بتجيب هدايا، شايلة بونبوني وتوفي وحاجات لطيفة قوي، معاها شوكولاتات كتيرة في شنطتها، لما بتسلم عليكي بتسلم عليكي قوي، بتحضنك قوي، حضنها دافي على فكرة، لما بتيجي تحضنك بتحضنك جامد جدا، وبتحاول انها تقرب منك ايموشنالي قوي، وبتبعت لك الصبح حاجات على واتساب لطيفة قوي فيها اشراق كده وصباح وجمال، النهاردة يوم حلو، وبتصحيكي على صلاة الفجر، بتبعت لك تصحيكي في الفجر، وبتذكرك بأول شعبان ونص رجب ونص شعبان، وبتبعت لك أحاديث وخصال وحاجات كتيرة جدا كويس، وممكن تشارك في أعمال الخير وتبقى متطوعة في أعمال خيرية وتبقى موجودة في جمعية وتعمل إطعام وتنزل للناس وتروح مناطق عشوائية. هي بتعمل كل ده فعلا، بس عشان تداري أخطر مما تتخيلي، عشان تداري الفتنة والدس والوقيعة. وبيعرفوا يوقعوا الناس بكده كمان. الأزمة الكبيرة اللي بتبقى بتدور عليها هي الايدنتيتي، اللي بتبقى عايزة تثبت لنفسها ان هي ملاك طاير، وهي فعلا ملاك، بس ملاك مجنح زي التنين،
ظاهر للناس ان هو بشكل ملائكي، بس من جواه بينفث فيهم كل النيران اللي ممكن تتخيليها، نيران الفتنه والدس والوقيعه، الكبت اللي موجود عشان اثبت نفسي، الاحساس بان انا طول الوقت لازم ابقى موجود وسط الناس عشان اسمعهم واعرف هما بيقولوا ايه واسجل اللي هما بيقولوه عشان احتاجه في وقت من الاوقات، الغيره والحقد اللي بتتملك من قلبه اللي بيحس طول الوقت ان هو اقل من اللي حواليه وما كانش ينفع يبقى كده، الرغبه في ايذاء الناس حتى بشكل غير مباشر، التمكن من ان هو يعرف كل حاجه عنهم عشان يستغلها ضدهم في الوقت اللي هو يحدده، امر غايه في الفزع. من أسوأ اضطرابات الشخصية، يعني دايما بنتكلم في اضطرابات الشخصية أكتر مما أسوأهم تتخيل. وأشرهم أكتر مما تتخيل. قبل ما نكمل يا دكتور برضو عشان نوضح للناس، لأنه هيبقى فيه الجدل بتاع أنه الشخص ده مريض ولا يسأل، يعني هو غير مدرك للمشاكل اللي عنده وبالتالي معناها أنه هو لا يسأل عن تصرفاته أو عن سلوكه، ولا هو شر، يعني لأنه برضو هو أكيد مدرك للي هو بيعمله. شوفي، هو من لا يسأل من رفع عنه القلم، من رفع عنه القلم اللي عنده psychotic features، اللي عنده hallucinations وdelusions بالظبط، okay، واللي عنده obsession، يعني واحد بيجيله وسواس، كويس انك سألت السؤال ده الحقيقة، بيجيله وسواس بسب النبي او سب الذات الالهية. انا بناشد اخواننا في دار الافتة الرجوع لما ذكره ابن الجوزي عن ذم الموسوسين. الموسوس لا يفتى وما ينفعش تفتيه وما ينفعش يمشي على الحكم الفقهي بتاعك. فأرجو من كل صاحب فتوى أتى لي واحد بيشكو من وسواس سب الذات الإلهية أو سب المقدسات أو وسواس النية أو الخروج من الملة أو وساوس الصلاة أو الوضوء أو التكرار أو الإعادة أو الإزادة أو الاستزادة، أرجوك اسأله سؤال واحد بس، الوساوس دي عندك بقالها 3 أسابيع ولا أقل ولا أكتر؟ لو كانت 3 أسابيع فما يزيد من فضلك لا ترد عليه بأي فتوى نهائيا، ومن فضلك مشكورا قول له روح لمعالج نفساني. هيقولك أنا خايف من الدواء، قول له المعالج النفساني مش هيديك أدوية، ده هيبدأ يعالجك بدون دواء. للأسف احنا بنشوف حالات من أسوأ مما تتخيلي، رد فعلها كان عشان كلمة قالت لها، انت سبيت النبي في خيالك، نطقت ما نطقتش، روح اغتسل، اعلن الشهادتين، انت كده خرجت من الملة. امر غاية في الصعوبة، المفروض يبقى عندنا من الوعي النفسي ما هو اكثر. انا متأكد ان دار الافتة فيها عندنا في مصر ناس كتيرة جدا افاضل، ناس كتيرة جدا بنشوف منهم حالات اتحولت وبيكون عندهم وعي اكبر طبعا. ولكن يعني احنا بنناشف بقى الجميع، شيخ في مسجد، قص في كنيسة، شماس في خدمة، لما يجي لك حد أرجوك يعني اسأله هذا السؤال. دول اللي هم فعلا عندهم مرض، يعني ده اللي مش دول محتاجين يعني علاج، ده لا يسأل عن تصرفاته ولا يحاسب عليها، لكن التانيين دول يا دكتور السايكوباتي ده مطالب انه يروح يتعالج. طبعا. طب لو ما تعالجش اللي عنده وسائل هيسأل، لان هو عارف انه عنده مشكلة. ليه بقى؟ لان الحديث بيقول تداووا عباد الله. يقول ابن القيم ان كان الحديث فيه تداوي، وهو بيتكلم عن الوسوسة، يعني وسوسة القلب، القلب اللي هو العقل، هو بيتكلم عن ده، قال ايه؟ قال ان نص الحديث على التداوي وانت ما خدتش بالاسباب. صحيح. فاذا من لم يتداوى فهو اثم، لانه ما سمعش كلام النبي، النبي قال لك روح، فما ينفعش انك تفضل تتحمل والوسواس يبقى عامل زي النار اللي بياكل في الشخصيه. صحيح. انا بس ليه بسال يا دكتور؟ عشان ما نبقاش بنعفي الشخص ده، او الناس تتخيل ان الشخص السايكوباتي ده مريض وبالتالي يعني ما لهوش حساب، او ان انا ما اقدرش حتى كمان اتعامل معاه على ان هو شخص سوي وبالتالي لازم يبقى فيه نتيجه لافعاله وتصرفاته، لانه لا يسال ولا يحاسب. لا، هو شر، مريض وشخص شر، يعني مش الشخص الارهابي ده سايكوباتي وعنده سوشيال ايدنتيتي وبيرسونال ايدنتيتي ديستورشن، ما حاسبوش؟ لا طبعا يتحاسب، ما دام هو انسايتد واعي هو بيعمل ايه. خلاص، التقسيمه اللي اتعملت عليها الفورنسيك سايكولوجي او علم النفس الشرعي تقسيمه قديمه جدا، قديمه قوي، بس حتى الان لازال بيؤخذ بيها، اللي هي نوروسيس والسايكوزيس، العصاب والذهان. عصاب ده اي حاجه هو فاهم هو بيعمل ايه، ذهان ده اي حاجه هو بيهلوس او عنده ضلالات، يا اما هلوسينيشنز يا اما ديليوجنز، بس هي دي التقسيم، غير يا ده يا ده. طب السايكوباتي ده هنا، ده فاهم كويس، ده فاهم اكتر مننا كلنا بالظبط. اوكي. طيب دكتور، احنا هنشوف برضو راي الناس في الشارع عن الشخص المنافق والنفاق ونرجع نكمل كلام.
الراجل ابو الشندي راجل منافق، وبعدين يا اما تبعد عنه يا اما تواجهه. وانا انا من النوع اللي بقابل كتير، فانا يا في ناس مثلا ممكن اواجهها وفي ناس ممكن اتجنبها وما اسالش فيها واكبر دماغي منها. يعني هو فعلا حصل معايا كتير، بس انا حتى من بعد الناس اللي انا عرفتها تلاقي حد مثلا ممكن يتكلم من وراك ويجيني كلام، تمام انا ممكن اسمع بس ابقى عارف الشخص اللي قدامي ايه واكبر دماغي منه خالص. حضرتك يعني لو حد قريب مني قوي بحاول ان انا انصحه ان هو ما يبقاش كده، ولو مش بالنسبه لي حد مهم بتجنبه وبتجاهله خالص. يعني الواحد مش ناقص بقى فيه بوشين كتير قوي دلوقتي. لا الاشخاص اللي بوشين بقوا كتير اليومين دول، يعني زادوا شويه، بس عادي يعني المفروض ان لما نشوف حد زي كده نواجهه، ده ملوش حل تاني غير المواجهه. اكيد هم موجودين بصفه عامه، والواحد لما بيعرفهم انا عن نفسي بختصرهم يعني خلاص، يعني ما بحبش اتعامل معهم اصلا نهائي يعني. شفنا رأي الناس في الشارع دكتور، كانوا بيتكلموا طبعا في منهم فرقوا بين حد قريب او حد بعيد. حد بعيد طبيعي منطقي جدا، احنا دايما نقول لو حد زي كده هنبعد عنه، لكن احيانا بتبقى بقى المشكلة زي ما حضرتك ذكرت في وسط الكلام لما يكون جوه الاسرة، يعني وانه اكيد بنلاقي كتير قوي جوه الاسرة، زوج زوجة اهل، يعني حد من الام الاب الاخوات الاولاد بيبقوا كده، دي اللي بتبقى صعبة جدا التعامل معاهم وان احنا نبعد عنهم. بس هنفهم اكتر طبعا اول نكمل هم المشاكل اللي فيهم ايه عشان نعرف كمان نتعامل معاهم ازاي او نتجنبهم ازاي. فحياتك تكملنا، كنا بنتكلم اتكلمنا على الكذب واتكلمنا على ان هم بيخلفوا وعدهم دايما، والوعد زي ما حضرتك قلت مش بس ان هم يبقوا متواجدين، هم احيانا بيوعدوا بحاجات كتير جدا يعملوها للناس اللي حواليهم ما بيعملوهاش، وبيبقى دايما عندهم مبرر او حجة. يعني حضرتك برضه بيبقى عنده حاجة اسمها سكسس فالسي، سكسس فالسي اللي هي اكاذيب النجاح. دائما هذا الشخص السيكوباتي بيبقى عنده ما يعرف باكاذيب النجاح، وده للاسف مش بيبقى ضرره او خطره ان هو بس موجود في البيوت، لا ده ممكن يبقى موجود معاك في الشغل. يعني يجي يقول لك، يبقى بيشتغل معاكي في الاستوديو بقاله فتره، وبعدين يقول لك انت ما طلعتيش مذيعه كويسه غير لان انا صورتك، او ما طلعتيش غير لان انا عملت لك سكريبت، ويبدا يدعي كاذبا ان هو اللي عملك، ويبدا يقول لك صراحه ان ده جهدي وان انت شقايه وهكذا. طب هو انت زرعت في قلب الناس قبولي لما طلعت على الشاشه؟ طب هو انت حفظتني اقول ايه للناس وانا طالعه بتكلم قدامهم من غير ورقه؟ وهكذا، ان هو يبدا يتبلى، ده من ضمن الوعود. حاجه اسمها سكسس فالسي اللي هي اكاذيب النجاح، ويبدا ينكر دور زمايله خالص. ينكر دور زمايله ازاي؟ يعمل لهم مشكله، يلهيهم، ولو هو ما حدش طلبه في الشغل ده يعمل هو مشكله عشان يطلب. يا ساتر. ركزي في ده كويس. يعني هو زمايله واخدين اللقطه، بتبين للناس انها حاجات حصلت كان مش فاهمين سببها لا ايه، وبيبقى هو مفيش حاجه اسمها مش فاهمين سببها ايه. انت احنا قلنا مفيش حاجه اسمها بتحصل كده. بتحصل كده دي عند غير المتخصصين. لقى الناس بتشتغل وبتظهر كويس، يلهيهم في حاجه، يعمل لهم مشكله في شغلهم فيتلهوا عنه. طب لقى ان هو نفسه ما بقاش مطلوب، يعمل مشكله تستدعي وجوده. وساعتها يجي وينزل بأجنحة الملائكة الكاذبة ودموع التمسيح شبه الصادقة والصوت الهادي اللطيف اللي بيسبقوا دايما، أنا تحت أمركم ومعاكم، وشوفوا أنتم محتاجين مني إيه، وأنا استحالة أبدا أتخلى عنكم، أنا لحم كتافي دايما من خيركم، أنتم عارفين قد إيه إحنا بنقف جنبكم. كلام لطيف، وهو بيجري في دمه الفتنة والدس والوقيعة، وكرات دمه بيضة وحمرة وشر وكذب وغل وحقد وحسد، وهو طول الوقت بيفكر إزاي يأذي اللي حواليه لمجرد إنهم أحسن منه. الصفة الثالثة. الثالثة احنا ماشيين كده على الحديث، بس لسه هنخش في التصنيفات السيكولوجية بيور بعد كده اللي اتقالت في الاي سي دي 10 اللي هو دليل تشخيص العالمي للاضطرابات النفسية. احنا قلنا اذا حدث كذبة، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. الحقيقة من شدة براءة هذا الشخص الكاذبة
انت بتشوف ان الشخص ده هو اكتر حد ممكن تأتمنيه على سرك واكتر حد ممكن تأتمنيه على حاجتك، لدرجة ان انت بتصنفي ان الشخص ده غالي وتيجي تكلميه وتقوليله يا غالي، وتلاقيه بيكلمها ويقول لها يا غالية، وبيبعت لها ويخاطبها يا غالية، ويوصفها وسط الناس يا غالية، وهي غالية فعلا. غالية بكل اللي هتاخده وتحوشه وتعرفه وتستخدمه في إزاء الشخص اللي ممكن يكون يأتمنها على حاجة زي كده. المتعة عندها هنا بتكون في ان هي فعلا احدثت اكبر قدر من التوتر لاكتر عدد من الناس. وخدي بالك ان هي هنا مثلا لو بتشتغل في مكان، هذه الشخصية تريها اهم حاجة ان هي تبقى متحكمة في اكبر حد في المكان. هذا الشخص رفض التحكم، تبدأ في الانقلاب عليه لانه رافض سيطرتها، وبتتعامل بهذه العقلية الاخطبوطية، ان تبدا تركز مع كل حد لوحده لانها حفظت نقاط ضعف كل شخص موجود. يعني لو كانت بتشتغل في شركه، تبدا تجمع كل المعلومات عن هذه الشركه وتسيطر على هذا الشخص صاحب الشركه، وتسيطر على كل حد موجود في الشركه، عارفه ان دي ديفورسد، وعارفه ان دي عندها مشكله صحيه، وعارفه ان ده عنده ازمه مع مراته، وعارفه ان ده عنده مشكله في حياته. تبدأ تدخل لكل واحد من دخلته وتحدد لكل واحد شكوته، وتوصف لكل واحد علته، وتقف جنب كل واحد في وجعته، وتسنده وتدعمه وتقف جنبه وتقدره، علشان خاطر يبقى هو أقرب ليها من أي حد موجود. إذا ما تفطن للأمر وابتدى يبعد عنها، تلبه بصباع الأخطبوط اللي كان بيطبطب عليه بعد شوية. صاحب المكان لو خد باله ان ده بيحصل وابتدت الناس تجتمع وتشتكي من هذه الشخصية، هي بيبقى عندها كل الداتا اللي ممكن تروح بيها لأي مصنع او اي شركة تانية عشان تقول لهم انا عندي كل سبل النجاح والتفوق بتاعت الشركة الاولى اللي كنا بنشتغل فيها، وعلى اتم استعداد ان انا اديها لكم كلها. ليه هتعملي كده؟ لان الناس دول ياما وقفت جنبهم وياما ساعدتهم وياما كنت معاهم، إلا أنهم وللأسف لم يقدروا ولن يقدروا صدق مشاعري وطيبة قلبي وروعة أفكاري، فإن أنا أقف جنبهم وسندهم، وعشان كده حسيت أن من باب العلم بالشيء لازم أعرف عنهم كل خباياهم، علشان المؤمن لازم يكون فطن وكيس وحذر، وتبدأ تتشدق بالأحاديث وتتفقه بالروايات اللي تقول أن هي أكيد مظلومة من الظالمة. ليها مظاهر كتير طبعا ممتعة. طيب الحاجة الرابعة دكتور، عشان وقتي يعني خلص، فاضل لنا 7 دقايق أو أقل، ندخل في الحاجة الصفة الرابعة. طيب احنا قلنا الكذب، الوعد والخيانة والأمانة، خيانة الأمانة خيانة. والعهد بقى، أي علاقة بتكون قائمة على عهد؟ خدي بالك لسه الخمسة، خمسة في حالة الخصام هيعمل معاكي ايه ورد فعلك هيكون ايه؟ لو تاكدوا بقى ان مفيش مجال خالص ان هم يرجعوا يسيطروا على الناس دي تاني ولا يستفيدوا منهم، ده ساعتها انت بتخش بقى في فيلم رعب، عارفه الناس لما بتموت وتتحول ده بيبقى حاجه تانية خالص. فكره العهد، اي علاقه بتكون قائمه على عهد، علاقه ما بين زوج وزوجه قائمه على عهد اللي هو الامانه والصدق والمسؤوليه، علاقة ما بين رئيس ومرؤوس قائمة على عهد اللي هو انا بشتغل وانت بتحاول يعني تقيم شغلي، واحنا الاثنين بنتراضى بهذا الامر. علاقة ما بين صديق وصديق قائمة على عهد ان احنا بنقف جنب بعض ونساند بعض، بشيلك وتشيلني. علاقة ما بين جار وجار قائمة على عهد. اذا اي علاقة قائمة على عهد. الحقيقة ان هذه الشخصية ما عندهاش عهد خالص. ليه؟ لانها طول الوقت عندها هيدن اجندة. يعني ايه هيدن اجندة؟ يعني اي موقف هي بيبقى عندها فيه تفسير تاني خالص، بيبقى عندها فيه حاجة تانية خالص، بيبقى عندها فيه حاجة هي بتجمعها لانها طول الوقت حاسة بعدم الامان اللي بيخليها تفتعل مشاكل في شغلها، علشان يبعتوا ويجيبوها ويقدروها ويحترموها ويقفوا جنبها ويساعدوها، ولما يطلبوا مساعدتهم تلاقيهم طول الوقت بيتمنعوا او يتمردوا او يترددوا في ان هم هيوقفوا جنبك ويساعدوك او لا. بتبقى اسوأ يا دكتور لما تبقى في العيلة في
مش ليه، احنا لسه هنتكلم عن الانتي سوشيال بيرسوناليتي جوه البيت. ما احنا عايزين نلحق عشان وقتنا ضيق. طيب انت بتتكلمي هنا عن مسألة العهد. الشخص اللي بيبقى صاحب عهد معين هو طول الوقت بيبقى متعاهد مع نفسه انه يبقى كويس معاكي. طب لو انت مش كويسة بيتعاهد مع نفسه يبقى كويس معاكي برضو. يعني بيعرف الشخص في حالة ان هو كويس او يعني بعد عنه برضو هو كويس. يعني بنقول ان الضوافر لما بتطول بنقصها ما بنقطعش الصوابع، وبنقول ان العلاقات ما بين الناس شبه المسافات ما بين السيارات، لازم يكون في مسافة امان علشان خاطر الناس ما تخبطش في بعض. الكلام ده ينطبق مع العلاقات العادية، لكن الشخص السيكوباتي ده شخص غير عادي، خصوصا لو كان بيتلبس بصبغة دينية، تلاقيها بقى منتقبة ولا تلاقيه ملتحي ولا تلاقي الأمر مختلف تماما. هنا الموضوع بيختلف 180 درجة، لأن لو انت قررت انك تبعدي عنه خلاص ولا ضرر ولا ضرار، هو استحالة هيقبل بكده ويفضل طول الوقت معاك ويراقبك، يعملك اكاونت فيك ويشتمك او يتبلى عليكي او يطلع اسرارك للخاص والعام او يتاجر باسمك او يراقبك او يتجسس. اذا خصم فجر ده بيبقى وصل لمرحلة، لسه ما جيناش اذا خصم فجر دي حاجة اكتر من كده. هو في اكتر 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 حتى لو كانوا ما بين زوج وزوج. بس خدي بالك ان في شخصيات للأسف بينقل ليها اثر السيكوباتية. يعني تلاقي واحد اتجوز واحدة، الواحدة دي كانت سيكوباتية قوي، والواحد ده ما كانش يعني كان عنده ايه ميل ان هو يتخدع. بعد شوية لو تكيف مع هذه الاعراض في حاجة اسمها انتقال اثر للاضطراب. يعني ايه انتقال اثر للاضطراب؟ ان هو لقى دي بتحور. يعني ايه بتحور؟ يعني تنقل كلام من هنا لهنا، تفتن، تغبص، توقع، تحقد، تزعل، حاجات كده. فابتدى هو كمان يعمل زيها، يعني بقى بلا وعي يقلدها، فبقوا الاثنين سيكوباتيين. احد القضايا اللي طلب مني اعطاء الراي فيها، كان ولد في ليله من ليالي الشتاء يعني شافوا امام مسجد، وكانت الجو شديد البروده وممطر، وطلب امام المسجد منه ان هو يدخل للمسجد واداله هدوم جديده وسابه ينام بعد صلاه الفجر، وجيه بعد صلاه الظهر صحى واكله وصلاه وحاجات كده. على نهاية اليوم كان الراجل مقتول إمام المسجد وصندوق التبرعات متاخد. فلما تم القبض على الولد وسألوه، الراجل تخادك في الشتاء وانت بردان متبهدل ما عندكش حاجة خالص تعملها، حتى الأكل مش عندك، انت مصعبش عليك وانت بتقتله وانت بتذبح الراجل ده؟ مصعبش عليك ولا افتكرت له حاجة كويسة؟ رد قال ايه؟ قال جملة في منتهى الخطورة تعرفك هذه الشخصية بتفكر ازاي. قال اللي يصعب عليك يفقرك. هو ده الاندي سوشيال بيرسوناليتي. وهل لذلك مهما عملتي معاه، هو عنده زي ما حضرتك قلت انت مش متخيله طبعا ان ده ما يتمش ازاي ما يثمرش فيه. بقول لك ذبح الراجل في الجاي. طب هل بالضروره اي حد منافق يا دكتور يبقى لازم عنده مشكله الاضطراب؟ نص الحديث كان واضح، من كنا فيه لو دول موجودين كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. طب في مجال السيكولوجي بنقول عليه ايه؟ اللي موجودة الكراتيريا اوف بيرسوناليتي دي فيه هو عنده انتي سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر. طب واللي موجودة الملمح ده بنسميه از تريتس، في سمة، عنده سمة منه، سمة منه. السمة دي شبه الطيف كده، يعني تلاقي واحد ولذلك زيادة. طب انا اعرف افرق بينهم ازاي يا دكتور؟ الوعي النفسي لما بيزيد ما بين الناس، يعني واحد قاعد مثلا لقي الناس كلها بتحكي عن انجازاتها وامكانياتها وحاجات كده، فقرر ان هو يختلق قصة عشان يحكيها. فلما يسمع الدكتور بيتكلم في التلفزيون ويقول له لا ان دي مش هتزود ثقتك بنفسك، دي هتعودك انك تألف، بقى انسايتد، بقى واخد باله، بقى واعي، فاهمه؟ فالتريت اللي هتيجي ما جاتش وما زادتش وتخلص منها بسرعه. اوكي، لما يبقى حد قاعد ويقعد يسجل للناس وهي بيتكلموا، يفضل يسجل لهم عشان عارف ويخزن مكالماته ويفضل ياخد منهم حاجات ويحتفظ بيها. ايه ده؟ هو انت عندك وساوس الاحتفاظ والتخزين؟ بتجمع ايه يعني؟ حاجات كراكيب
لا الامر هو عنده هيدن اجندة. عشان كده قلنا ده اسوأ شخص ممكن الواحد يقابله في حياته يعني نص في الحديث. البداية. طب الدكتور عشان انا قدامي دقيقتين اعمل ايه مع الشخص ده يعني اتعامل خلاص؟ في ناس انا ممكن ببقى ابعد عنه. مبسوط قوي بالدقيقتين بتوعي. يا ريت يا ريت نلحق في دقيقتين، هو الموضوع عايز طبعا كبير جدا، عايز بصي هو اكتر احنا من حلقة. شرحنا التفسير النفسي للحديث بس لسه ما اتكلمناش عن هذا النموذج من اضطراب هو الشخصية. هو انا مش عارفة، ممكن لو نقدر نعمل، انا موجود في مصر ممكن ونقدر نعمل نعمل حلقة حلقة جاية ان تانية شاء الله. ان حاضر شاء الله، اكيد ممكن نقدر نعمل حلقة خلاص تانية عن نعمل نفس حلقة الموضوع. جاية. حاضر. بس برضو ندي الناس نصيحة كده يتعاملوا ازاي مع الشخص ده اللي هم مضطرين يتعاملوا معاه. يعني في اشخاص ممكن في مجال عمل نتفاداهم، في اصدقاء نبعد عنهم، لكن في محيط الاسرة بتبقى صعبة قوي. شوفي خليني الفت نظرك، محيط الاسرة ده هنتكلم فيه بالتفصيل عن اخطاء معرفية او اخطاء في التفكير زي الاقربون اولى بالمعروف. فاكرة الاية دي؟ طبعا للاسف هي دي مش اية، هي حديث. لا برضو هي مش حديث، هو خطأ في التفكير. مفيش حاجة في الدين اسمها الأقربون أولى بالمعروف، ده كلام احنا رددناه عشان نبرر لنفسنا كم الوجع اللي بنلاقيه من القريبين. الأقربون اللي الأقربون يستحقوا يعني. لما وردت الأقربون وردت في الإنفاق، ذوي القربة كانت نمرة واحد. ولكن الأقربون هم الأقربون سندا ولا عصبا؟ الأقربون سندا. لذلك لما تيجي تبصي على النبي، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أهله عملوا فيه إيه بقى؟ حاربوه، طردوه، أذوه، حاولوا يقتلوه، اتهموه، كل حاجة. طب الناس الأغراب بقى عن النبي اللي هم مش من أهله أصلا، دول سندوه ودعموه ووقفوا جنبه ورعوه واحترموه وضيفوه وفضلوا معاه وأيدوه ونصروه، وهم مجرد بيتبعوه. يبقى الأقرب أقرب للسند ولا أقرب للعصب؟ الأقرب أقرب سند. ففكرة إن حد قريب وحد في أسرتي ومش، لا مفيش حاجة اسمها كده، ده هنشرحه بالتفصيل الحلقة اللي جاية إن شاء الله. قبل ما نختم الحلقة دي، إحنا وصلنا عند الدرجة الرابعة في الحديث، والمرة اللي جاية هنشرح الكريتيريا أوف بيرسوناليتي، لأن خدي بالك الأنت سوشيال بيرسوناليتي ده بيبقى له جناحين كده ماشيين معاه، حاجة اسمها الهيستريونيك بيرسوناليتي اللي هو الشخص الشوي اللي عايز ياخد اللقطة وكذا، وحاجة اسمها النارسيستيك بيرسوناليتي اللي هو الطاووسي النرجسي اللي لا يقبل دايماً ان اي حد. في تشابه قوي بين النرجسي والسايكوبات. ثلاثة ماشيين مع بعض. تمام؟ الى ان يحدث ذلك خليني اقول لك على قصة في منتهى البساطة في عجالة اسرع من الولد بتاع المسجد ده. احد الاماكن، عشان الناس بتقول ان التخلص من الشخص السيكوباتي في البيوت والاسر صعب، لكن في مجال العمل بيبقى سهل. للاسف ده مش حقيقي. احد الاماكن اللي انا اعرفها كويس جدا كان بيرأسها واحد او بيديرها واحد المفروض ان هو بيحاول يقف جنب الناس ويساعد الناس او هكذا يدعي. بعدها بشويه، الله اعلم يعني بصدق النوايا بتاعت العباد، بعد شويه ابتدى يظهر فيهم حد بهذه الشخصيه وابتدى يعمل مشاكل مع زمايله اللي حواليه. طبعا الراجل كان بيكبر دماغه لان النفوس مفيش حاجه فيها كامله. شويه بشويه وابتدت هذه الشخصيه تقترف مزيد من المشاكل مع مزيد من الناس، وابتدت الناس تتذمر وحاله الشغل تسوء ووضع الشغل يقل. هنا قرر الراجل ده ان هو يقف مع وقفه ويجنب تماما هذه الشخصية السيكوباتية اللي كانت تلبس لباس الدين وتدعي مظهر التدين بعد ما كل اللي حواليها اجمعوا لان هم اصحاب مشاكل معاها. وابتدت هنا تدخل فورا بدون ما تعدي بالاربعة اللي كانت عندها هيدن اجندة فيهم، وتدخل في النقطة الخامسة، الفجور بعد الخصام، الإزاء والتشهير والأسف. نتمنى ان الناس ما توصلش لده، وهنفهم اكتر طبعا في الحلقة اللي جاية. يعني مظاهر كتير قوي ونماذج كتير قوي من الناس دي ومن الشخصيات دي. انا بشكر حضرتك جدا دكتور احمد هارون، مستشار العلاج النفسي عضو الجمعية العالمية للصحة النفسية. شكرا ليك يا دكتور، وبشكر مشاهدينا والى لقاء وحلقة جديدة من فضفضة. هنكمل موضوعنا عن الشخص المنافق او الشخصية السايكوباتية اللي قلنا بالضرورة بيبقى الشخص ده اكيد غير سوي. بشكركم والى اللقاء في حلقة جديدة.